الموسيقى كيجي في المناسبات ديال التعاون مع اسبان في الميدان السياحي وفي اطار استراتيجيه ديال 2020 ديال المغرب بالتنسيق مع المندوبيه ديال السياحه ومع وزاره السياحه. تم اللقاء هذا اللي كيشرح نوعا المعاونات اللي يمكن تقدم الفرقاء ديالنا هنا في المدينه ك يعني بالنسبه للمركز ديال السياحه وفي نفس الوقت التكوين ديالو. هادشي هذا غادي يعطي طبعا واحد الدفعه للسياحه على صعيد الوطني وعلى صعيد المحلي بصفه خاصه اللي هي تطلع. من دولة إسبانيا هل تعتبر ناجحة سياحيا من أجل تقديم واحد النموذج اللي غيقتدي به المغرب في المجال السياحي من أجل إنجاح هذا القطاع؟ طبعا كما يعرف الجميع أن إسبانيا واحد القطب السياحي اللي يتجه من جميع الدول حاليا وهو نقدروا نعتبره كمنافس مباشر ديالنا في المغرب. وهما طوروا السياحة يعني هذه سنوات وعندهم إلمام الميدان أكثر من اللي عندنا حاليا، لأن حنا كان اللي لاحظنا دابا المغرب عاد دخل في الدينامية ديال التطوير ديال السياحة بحال اللي جا في لا فيجن 2020. غادي يكون لا كرياسيون ديال يعني ديال المكاتب جهوية خاصة بالسياحة باش كل جهة على حيطة غيمكن تعطي المؤهلات ديال المنطقة ديالها باش يمكن توجد واحد المنتوج خاص للسائح. المسألة اللي ما كانتش قبل، هذه المسألة غادي تستافدوا منها من إسبانيا بطبيعة الحال. في ظل الحكومة الرشيدة ديال صاحب الجلالة والأوراش التنموية اللي تفتحت سواء في طنجة أو في تطوان، فهل ترى أن القطاع السياحي يرى واحد الطفرة نوعية من حيث الإنجازات أم ما زال يعاني من الركود؟ حاليا كنشوفوا على أن تطوان وطنجة دخلت واحد الدينامية سياحية. دليل على هذا على انه تطوان جاو فيها حاليا كاينه مؤسسه هنديه اللي معروفه على الصعيد العالمي، هذه رابع نقولوا سلسله فندقيه اللي غادي تسير هي اللي جات في الطريق ديال فنيطق. سي هذاك مشروع كبير جدا وكاينه مشروع ديال بنايه السوفيتال في الغدياق وكاينه ناريت كارطون اللي في كابيلا اللي هو دونك هذا مؤشرات على انه مستقبل السياحه في الشمال غيكون ان شاء الله.